مرحبا شباب، معاكم أميني، واليوم عندنا خبر غريب. طول الوقت أنا عبال لعبة Cuphead بتكون إكسكلوسيف بس حق مايكروسوفت والإكس بوكس، بعدين نزلوها على السويتش، وحين اليوم استلمت من يوتيوب أن بلايستيشن أعلنت أو حطت فيديو تريلر حق لعبة Cuphead على البلايستيشن. مو بس أناونسمنت أن بنزلونها، لا، أنها متوافرة على البلايستيشن نتورك، تقدرون الحين تروحون تنزلونها. بخليكم الحين ويا التريلر، انجوي ات، قولوا لي شنو رايكم في اللعبه في الكومنتس تحت، لايك سبسكرايب اند شير. الى اللقاء اصدقائي. Stuffing, stuffing, stuffing away. What does the cup have to say? I wanna play. Whoop. Gather round, hear what I have to say. Happy news I bring to you today. Yippee! Oh yes, it's here on the PlayStation, dear. Don't you wanna have a hoot? I do! So come with me, we'll work assiduously. Now hear this, it's outright now.